الحقيقه كابتن، كابتن محمود الخطيب برضو علاقتك القويه دايما، بنلاقي دايما حبيبي. حبيبي انا من عشاق كابتن محمود الخطيب. انا بحبه طول عمري. انا مش اعرفه من دلوقتي، انا اعرفه من سين، من هو بيلعب كوره. طول عمري انا بحب الكابتن محمود الخطيب. بحبه كانسان، هو طبعا انسان جميل جدا، انسان رائع وانسان صبور جدا. دي اخر صوره في ماتش ليبيا لما كنت حضرتك وحفيدك. هقول لك على حاجه، دي بالصدفه. بالصدفه انت عارف، دي بالصدفه. دي صدفة؟ صدفة. هو كان لسه راجع الكابتن. أنا كنت مبارك. عارف إن الكابتن هيرجع يوم الأحد. أوكي. وأنا طبعًا رايح مش مهيأ إن أنا أكون قاعد في المقصورة. أنا كنت واخد تيشيرت وبنطلون زين عشان يعني يتفرج على الماتش ويشوف مصر وهي بتلعب ليبيا، فما كنتش خالص. فاتفاجئت إن هم دخلوا المقصورة. أول ما دخلت المقصورة طبعًا شفت الكابتن محمود الخطيب. فطبعًا ده شيء اسعدني جدا، لان طبعا هو صديق ولكن هو حبيب، وانا بحبه وبحترمه، والراجل ده اسطوره يعني، اسطوره في اخلاقه قبل لعبه. وعلاقه محترمه جدا ما بين حضرتك وما بين الكابتن خطيب، وتظل هذه العلاقه دائما ممتده لسنوات طويله. طبعا طبعا. ولكن برضو علشان كل جمهور نادي الاهلي وكل جمهور نادي سموحه اللي بيتفرج علينا لازم يبقى عارف هذا الموضوع، ان مصلحه النادي الاهلي ومصلحه نادي سموحه هي الاهم. طبعا طبعا. يعني طبعا. في اي حاجه بقى الصفقات ده موضوع، ده موضوع، لا ده موضوع، ده مهم جدا يا فندم. وبعدين بعد اذنك، انا عمري ما اتدخل في الكلام ولا اتكلم مع الكابتن محمود في مسؤولياته، ولا هو يكلمني في مسؤولياته. وهو كمان، انا بتكلم على الصفقات يعني، لا وهو كمان، هو كمان من النوع المقل جدا في الكلام. يعني هو كابتن محمود ما بيتكلمش، لما بيتكلم ما بيتكلمش في اي حاجه تخص عمله. لا الصفقات طبعا بتحكمنا المصلحه. المصلحة. انا بعت للزمالك اضعاف ما بعت للاهلي. ايوه. بس لا طبعا دي مصلحه الاهلي، هو عنده نمره واحد. وانا طبعا مصلحه سموحه عندي نمره واحد. هو بالمناسبه صعب جدا التعامل معاه في الحاجات دي، في الحاجات اللي بتخص. لا انا بكلمك بجد. صعب ازاي؟ لا هو ماسك، هو حضرتك اللي معروف ان انت يعني تاجر شاطر. هو يعني اصعب. لا كابتن محمود الخطيب صعب والله جدا. هو ما خد من عندنا لعيبه باسكت ولعيبه هاندبول. وطبعا ولعيبه كوره، بس هو صعب. ماشي، هو في الحق، بس حقاني طبعا. وبعدين لما بيقول كلمه بينفذها، وانا كمان بكون حريص على مصلحه النادي سموحه. هو يقول لي يعني، يقول لي هو هيروح منك فين، ولا يعني ده وقع معاك يعني، خدت بالك؟ ماشي، كل واحد بيدور على مصلحته. بس باحترام وبامانه وبالتزام. وانا لما بلتزم معاه بكلمه، وانا لو التزمت مع اي حد يعني، انا في لاعب من اللاعبين الكابتن اشتراه مني الساعه 12 بالليل. اوكي. بعديها بساعه جالي 11 مليون جنيه زياده. 11 مليون جنيه. ياسر ابراهيم. بعد ما الكابتن قفل التليفون بساعة، كان الساعة 12 بالليل، جالي في 11 مليون جنيه زيادة. قسما بالله العظيم ثلاثة، لو كان جالي في مليار جنيه زيادة، طالما أنا التزمت خلاص أنا ملتزم. يعني عشان بس حضرتك تكون في الصورة. الالتزام التزام. ولأن طبعا دي يعني أنت بتشتغل، أهم حاجة بغض النظر عن الصداقة، بغض النظر عن أي حاجة، مصلحة النادي هنا ومصلحة النادي هنا، وكمان وسمعتك وسمعتك والتزامك طبعا، واحترامك لاتفاقاتك.